متابعينا الاوفياء، مرحبا بكم. اليوم حنا في الشوارع البيضاء باش نسولوا سؤال جديد، واللي هو في نظركم شنو الاسباب ديال مرض جدر القرود؟ واش عنده شي خطورة على المجتمع؟ واش ممكن نرجعوا الحجر الصحي جديد؟ بقاو معنا باش نعرفوا. سمعتي بجدر القرود؟ واو، ديال الجدري حنا كنعرفوه حنا من القديم، فهمتي؟ اش اللي كان تيقول ليه الجدام، فهمتي؟ بكري الجدام بحال شي ديال التوفيس، فهمتي؟ الحي هذا هو الجدري، كان يجي بكري في السبعينات والستينات، فهمتي؟ كان الجدري هذا مرض قديم، هذا كنعرفوه. المغرب اكتشف فيه ثلاثة ديال الحالات، في نظرك واش نقدروا نرجعوا للحجر الصحي بحال كورونا؟ وهذا كيجي مع الوسخ، هذا كيجي مع ملي كان الوقت ديال القمل والصيبان وداك الشيء، كيجي هذا المرض هذا، حنا كنسمعوه حنا بكري. ولكن واقيلا دابا بان بكثرة. ودابا هو المزيه ديالو كيجي كيقولوا على عندنا ثلاثة مشابهة وداك الشيء، فهمتي؟ ويعني هذا الشيء كله، المهم الناس مسؤولين، هما يشوفوا هذا الشيء منين جاي وهادي ويشوفوا واش غيديروا، فهمتي؟ أنت في نظرك شنو الأسباب ديالو؟ والأسباب ديالو واقيلا غير هذا الشيء من إفريقيا، الأسباب ديالو هو الشيء ديال النظافة، واقيلا ما كان يعني الجدري ملي كتقابل هذاك الحبوب الحين كي كنقولوا لي اسمو الحي، كيقول لي الحي بكري بحال شي مرض كيخرج بنادم بكري، شي كنعرفوا عليه حنا في الستينات والسبعينات، ويقول لي عاوتاني الجدام. هادو الألقاب ديالو كانت بكري. عندك شي معلومات على المرض الجديد؟ ما عنديش بزاف، ولكن غادي نقدر نعطيك جواب مقنع على حساب هذا المرض هذا، واش عنده خطورة ولا ما عندوش خطورة. قبل كانوا الناس كانوا كيمرضوا بهذا المرض هذا ديال المرض الجدري، ولكن ما كانش شي إصابة، يعني ما كانش خطورة، حيت ما عرفناش حنا مع الوقت الفيروس كيتطور، ما كيبقاش محدود، يعني كيكونوا جراثيم كيكبروا كيبانوا شي حوايج اللي مع الوقت. اما هذا الشيء اللي ولا دابا فعلا ولا كيتعداو به المواطنين بزاف، يعني الا كانت غير حاله وحده وكانوا معاه جوج ديال الناس ثلاثه يقدروا يتعداو به، غير هو الخطوره ديالو بغينا نعرفوا في الصحه ديال بنادم، واش هو هذيك الصحه ديالو هو واش يقدر يسبب ليه هو تعب اكثر من كورونا اللي كانوا يمرضوا بها الناس، حيت هو غيعطينا درس بحال كيما عطاتنا درس كورونا، وحنا غنبقاو ناخذوا دروس من الامراض. هذا الشيء ما عرفناش واش جاي من شي جهه اخرى، الله اعلم، اولا من عند الله، اللي جا من عند الله مرحبا به. حنا بغينا غير نعرفوا هذه الخطوره ديال هذا الوباء، حيت بلجيكا مؤخرا دابا سدات واخا كاينه ثلاثه الحالات ولا حاله سدات. المغرب فيه ثلاثه الحالات. المغرب فيه ثلاثه الحالات، ولكن ما غاديش نديروا بحال بلجيكا، حيت حنا ما غاديش يخافوا علينا، حنا كنخافوا على ريوسنا، كنسدوا بابنا، حنا كل واحد عنده باب ديال الحديد ديرو في دارو. نظرك نقدروا نرجعوا للحجر الصحي كما كنا؟ ما نظنش، لان غادي يسبب لنا مشكل، حيت عشنا اقتصاد ديالنا غنبقاو نقلبوا على الدعم، حق اخويا صيفط لي الدعم، لا مازال ما صيفطوش لي الدعم، غنوليو في مشاكل. فين هو الدعم؟ حنا بارك علينا تيك توك ناخذوا الدعم منه، الله يجعل البركه. في نظرك شنو الاسباب ديال هذا المرض هذا؟ ما نقدرش نعطيك شي شيء. يقولوا الشواذ الجنسي؟ لا هذا كان كتباش ليا، لان امراض هاد الامراض هادو اللي كنعيشوا دابا في الحياه كاينين، كانوا قلال ولكن كثروا، علاش؟ لان هادشي كيكون ديال الله سبحانه وتعالى، هاد الامراض راه كيتصرف شي قوه ديال الطبيعه واي حاجه ديال الله سبحانه وتعالى. شوف القرود اش كياكلوا، ما عرفناش اش كياكلوا، راه مساكن راه ما كيعطيهمش الماكله، راه كياكل القليه، واش القليه غيعطيك صح؟ راه ياكل القليه غيمرض، ماشي طبيعي ديك القليه، او هو كياكل الذره، هذيك الذره حيت ما عندناش اهتمام بالحيوان، حيت لا جمينا بالحيوان وكان الماكله نقيه نظام غذائي مزيان ما غيعطيش امراض. انا كنظن، انا فكره ديالي، انا هو القرد كيدور في الغابه عمرش كياكل، يقدر يجي واحد يقول يعطيه شي سم، هذاك السم انسان، كاين الانسان اللي تيتعدى، كاين الانسان اللي كيتعدى الحيوان، كيمشي كيقول لي لا ما تعطيش هذيك حاجه غدرو، تقدر تضرو تقدر دير ليه ميكروب، وعادي قرد اخر قرد، ما يجيش انسان اجي نعطيه قليه غيجي حدايا يقدر يشم الاكسجين مرض. بطبيعة الحال أنا عاد كنشوف في الفيسبوك جميع القنوات كتذكر على هذا الوباء هذا اللي الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، صراحة كيف يعقل صاحبي؟ احنا مسلمين، صراحة احنا مسلمين، والله سبحانه وتعالى راه ذكرنا في القرآن، الرجل يتزوج بمرأة، كيف يعقل هاد الناس هادو هاد المثليين كيتزوج راجل مع راجل، امراه مع امراه، كيديروا القضيه ديالهم، كيديروا وكيديروا حقوق ديال المثليين قانونيا، وكيديروا اعراس لا حول ولا قوه الا بالله. يعني في نظركم السبب؟ السبب هو ذاك الجماع الجنسي اللي كيوقع بيناتهم، الله سبحانه وتعالى هو اللي عالم على كل شيء، راه العرش ديال الله سبحانه وتعالى كيتزعزع بهذه المسائل ديال هذا المنكر هذا اللي سلط على البشريه.
الله هو اللي رسل لهم هذا الوباء اللي سلط عليهم بهذا الجنس اللي كيتعاملوا فيه بعضياتهم، ولا حول ولا قوة. في نظرك الوباء باقي ينتشر؟ طبيعة الحال، لأن أنا قريت أنا شاهدت على أن بلجيكا دارت الحجر الصحي مدة 21 يوم، وهذا الوباء اللي سلط علينا حنا هاد الثلاثة الحالات عاوتاني غنزيدوا ثاني حجر صحي اخر عاوتاني بدل من هذاك الحجر اللي كنا تفقرنا فيه ونعاودوا نزيدوا نتفقروا ثاني في هذا الحجر هذا. اللهم إن هذا منكر على الدوله باش دير واحد العزم ديالها قوي حول هاد المثليين، هاد يمنعوا عليهم هاد المسائل اللي كيستعملوها، يمنعوا عليهم هاد القانون اللي مشاو داروه هما بعضياتهم وصادقوا عليه. واخويا الجدري جديد خصنا نديروا الاحتياط ديالو، لانه الا ما درناش احتياط يقدر يزيد يدينا الخساره كبيره. ولكن وزاره الصحه الا قالت لنا نديروا الحجر ضروري يديروا الحجر باش نحتاطوا حتى الاولاد ديالنا ما يتاذوش المغاربه بزاف، يكون واحد الاحتياط واجب. في نظرك ان المغاربه قادرين يتحملوا شي حجر صحي اخر؟ المغاربه راه كتعرفهم قويين رجال باش ما كان مهم عايشين وكنتعايشوا مع الحجر، كنتعايشوا معاه بطريقه سلميه وكنديروا احتياطات، والى الوزاره ديال الصحه لزمات علينا الحجر غادي نديروا. نظرك هذا الجدري غيكون عنده شي لقاح شي كاينين العلماء اللي كيبحثوا في هذا التخصص هذا، ما نقدرش نقول لك انا ما نقدرش نعرف اكثر منهم، كاينين العلماء اللي مختصين بهذا الجدري باش يديروا ليه العلاج ديالو اللقاح ديالو، وراه الناس خدامه باش تبحث باش توصل لوزاره الصحه باش يخرجوا بالنتيجه ديال اللقاح ديالو. اسمعش في نظرك هذا المرض خطير ولا خطير؟ داروا ثلاثه الحالات دابا في المغرب، حنا ما بغيناش هذا الحجر الصحي. سمعت في اخبار باللي قال غنقدر نرجعوا للايام القديمه ديال كورونا نديروا حجر صحي، حنا ما بغيناش داك الشيء، حنا بغينا نعيشوا حياتنا الواقعيه كما كانت، ما كاين لا حجر صحي لا والو، ما نخدموا حتى حنايا شحال نبقاو حنا الحجر الصحي كل عام. علاش واش الحجر الصحي صعيب؟ صعيب بزاف، سد عليك ما بين اربعه الحيوط ما تخرج ما تضرب، راه صعيب بزاف داك الشيء. ولكن اذا كان هو الحل باش نحميو راسنا؟ لا ماشي، ما كاين هذا الشيء، خاصو يتحل الحل بالادويه، اما الحجر الصحي راه ما راه غادي تحل المشكل وغادي دير الازمه للبلاد، وي خصوصا دابا مع قدوم عيد الاضحى الناس خاصهم يخدموا باش يشريوا العيد وداك الشيء. شنو الرساله اللي تقدر تقول للناس؟ حنا ما باغانش شنو حجر الصحي، خاصنا حنا نديروا حجر الصحي. كانت هذه هي اجوبه المواطنين، وانتم في نظركم شنو هو السبب اللي خلى هذا الجدري ينتشر حول العالم؟ وفي نظركم واش ممكن نرجعوا الحجر الصحي جديد؟ خليونا التعاليق ديالكم والاراء ديالكم. إلى اللقاء. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.